يبقى في نفس الموضوع وينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر الدكتور جمال عيشان وهو محاضر وباحث أكاديمي، وأيضا ينضم إلينا فادي عجاوي المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. مساء الخير. أبدأ معك فادي، ما رأيك بما يسعى إليه بن غفير لتنفيذه؟ أولا طبعا دكتور جمال من الناس اللي بحبني كثير يعني، وبتشرف يكون معك طبعا، ولكن أنا أقول لك ببساطة يعني أنا أختلف عن الجميع الذين يتحدثون وكأنه حدث شيء ما، وكأنه يعني وقع لا ما صارش شيء لسبب. هل حدث أسوأ من قانون القومي؟ يعني القانون القومي هو القضية الأساسية وهو المشكلة. لما تم سن القانون القومي هنا حدث الانفجار الكبير أو يعني في هذا الإطار. الأمر الأخطر إحنا علينا فقط، إحنا مشكلتنا مجتمع لا نقرأ، إحنا بس بنسمع. وأرى اللي قام فيه بن غفير الهدف منه هو عرض عضلات ليس أكثر أمام مين؟ أمام ناخبينه، حتى يقول والله إني عملت كذا وكذا. فقط أعطيك بند مهم جدا في قانون القومية، هو باعتقادي يعني لا يقل سوءا عن ما يحاول الوصول إليه بن غفير من أنه جعل الصهيونية لها صيغة تفضيلية في القانون. مظبوط؟ لاحظ في البند رقم 7 في قانون القومية يقول عن الاستيطان اليهودي. عن إيش بحكي استيطان يهودي؟ يعني في البلاد، مش بالضفة وغزة. لاحظ يقول الدولة ترى بتطوير الاستيطان اليهودي كقيمة تفضيلية قومية. كيف؟ خلاص يعطيك العافية، انت مش بحاجة اصلا للصهيونية. بمعنى وإسا كنت احكي انا والدكتور جمال، يعني اليوم بحسب هذا القانون بدون نص التفضيل للصهيونية بيستطيع مثلا رئيس بلدية نوفها جليل اللي جنب الناصري انه بسبب هذا الشرط يقول أنا ما بقدر أو ما بسمح إنه العرب ييجوا يستوطنوا أو يسكنوا في نوفها جليل، لأنه أنا بدي أحافظ على المشروع الاستيطاني وتطوير المشروع الاستيطاني اليهودي في البلاد. نقطة. استوقفت على إنه صهيوني. إذن القضية بنهاية المطاف خطيرة من زمان، والبند موجود ومشمول، ولكن برأيي هي فقط صيغة لإظهار وفرض عضلاته للسيد بن غفير عشان يقول للناس اللي بصوتوا له هياني. ها، وعلى فكرة حتى قانون القومية نفسه إذا نظرنا إليه بصيغته هو محاولة من اليمين لدغدغة عواطف اليمين المتطرف. ولكن إذا بمنتهى البساطة دولة إسرائيل إذا أرادت أن تنفذ سياسة معينة هي أصلا ليست بحاجة إلى هذه القوانين، حتى هي تستطيع فرض عليك سياسة الأمر الواقع، وهذا اللي حدث. يعني قبل قانون القومية ما صادرولناش أراضي، يعني قبل قانون القومية ما هجروش أهلنا، قبل قانون القومية ما لم يقتل 13 عربي مستشهد في سنة 2000. إذا قضية قانون القومية هي أكثر يعني صيغة لدغدغة عواطف اليمين، والهدف منها تأكيد ما هو مؤكد أصلا أنه يتم دائما يعني التعامل بفوقية وبعنصرية اتجاه المواطن العربي في كل صيغ الحياة. ما تريد أن تفعل الآن اليمين هو ببساطة أن يكون الأمر مقنن، ولا تستطيع يعني محكمة العدل العليا أو القضاء الإسرائيلي للتدخل في هذه القضية باعتبار أنه موجود في القانون وانتهى الموضوع. ولكن أنا لا أشارك ولا أشاطر الجميع في أنه الموضوع اللي اليوم بيحصل هو ليس شيء دراماتيكي إلى أبعد الحدود. سؤال دكتور جمال عيشان، كيف على الجماهير العربية التصرف فيما يعني لو تم الآن فعلا بدء تنفيذ هذا القانون بحذافيره كما ينص عليه، يعني الأفضلية الأولوية لكل ممكن البلد. ممكن أكمل الحديث الأستاذ فادي طبعا حكى فيه في كتاب اللي ألفه داني دانون اللي كان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، عضو كنيست اليوم وفي الليكون صحيح، اللي هو بقول عن الفوقية أنه الدولة هي دولة احنا بنقول عن شعب الله المختار. صحيح. الدولة المختارة التي يجب عليها أن تتحكم في كل العالم ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد العالمي. ومن هذا المنطلق احنا بنشوف أنه اليهود عمليا أنه هن طبعا هن قومية ودينية، وإحنا بنشوف أنه هن ينظروا إلى باقي الفئات في داخل المجتمع الإسرائيلي أو حتى في العالم أنه هن مجتمع مفضل. العرق اليهودي هو العرق الأفضل والمميز الذي يجب عليه أن يكون رقم واحد في العالم. ومن هذا المنطلق إحنا بنشوف أنه هذه النظرة الفوقية يجب أن تترجم من خلال ثقافة معينة. هذه الثقافة هي الثقافة العنصرية التي يجب عليها أن يعني تلمع صورة الإنسان اليهودي في داخل المجتمع
العالمي. ومن هذا المنطلق بنشوف انه الاسرائيلي او اليهودي الصهيوني يريد ان يثبت لجمهوره نحن مختارون ونحن مميزون. ومن هذا المنطلق اذا بديش باجي انا على القانون العربي يعني يفعل على القانون على القانون بس على القانون استاذ على القانون هات اقول لك شيء واحد. انت اذا بتنظر الى التاريخ اليهودي كيف تعامل مع النازيين في ألمانيا وكيف تعامل مع اليهود، انظر هناك في بعض من التشابه في حركات معينة انه كيف اليهود عمالين يعملوا في داخل المجتمع العربي الاسرائيلي. باجي انا من ناحية الجمهور انت بتعرف لدي حساسية كبيرة في المجتمع الاسرائيلي طبعا وإذا سمعك طبعاً عن اي طبعاً شخص يهودي تقول طبعا انا بقول انه في هناك مؤشرات كيف كانوا النازيين يعني علموا الانسان اليهودي كيف كانوا انه يمنعوا الانسان اليهودي انه يملك يعمل اشياء كثيرة. طبعا نحن عمالين نشوفها يعني طبعا انا بعرف انه هذا الصيغ خطير ولكن انا بقول انه في هناك سيمبتوم مؤشرات اللي هي عمال تدل على انه المجتمع اليهودي لا ينظر الى المجتمع العربي بعين الرضا. ومن هذا المنطلق انا كيف بشوف المجتمع العربي؟ المجتمع العربي عانى من مثل هذه القرارات ومن هذه الاشياء. السخنوت اليهوديه الوكاله اليهوديه من هالمكركع اسرائيل صحيح. اليوم نشوف انه في قوانين اللي هي يعني موجوده في داخل المجتمع اللي في عنده نوع من التمييز ما بين عربي وما بين يهودي. انا اقول لك من مؤشرات اولا يعني من مؤشرات يعني اذا اردنا ان نضع النقطه الاساسيه لوجود او لانحدار المجتمع الاسرائيلي او الدوله الاسرائيليه انا لا شك انه اضع قانون القوميه هو نقطه ارتكاز ومن هنا بدات الامور تذهب الى التطرف بشكل اكبر. وهنا اعطيك بعض الامثله من جراء قانون القوميه بدانا نرى ايضا اشخاص مثل بن غفير وسموتريتش اللي كانوا في هامش السياسه الاسرائيليه اليوم اصبحوا في مركز القرار السياسي الاسرائيلي. هذا في اكبر من هيك مؤشر؟ يعني بن غفير اللي كان قبل سنتين لا يتعدى عدد مصوتين 70,000 صوت اليوم يحصل على 15 مقعد هو وسموتريتش وهم اشخاص متطرفين جدا. اقول لك شيء، هذا البعبع الكبير الذي جاء وهو بن غفير وسموتريتش حتى اليهود الليبراليين واليهود بأنفسهم بنسبة كبيرة جدا مصدومين من فكرة أنه بن غفير وسموتريتش يتحكمون بهذه الحكومة. من كان يتخيل أنه شخص مثل بن غفير هذا الشخص المدان المجرم بحسب القانون الإسرائيلي هو مجرم بحسب القانون الإسرائيلي ومدان بأكثر من 53 تهمة يصبح وزير وإيش وزير الأمن؟ تخيل وزير الأمن القومي. يعني بن غفير اللي كان كوبي شابتا يوما من الأيام اللي هو مفتش العام كان يمسكه ويقبض عليه ويزته بالسجن، اليوم هذا السجين المجرم الهارب اللي بدك يسميه مسؤول عن مين؟ عن كوبي شابتا. أليس هذا يدل على انحطاط السياسة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية؟ هذا انحطاط المؤسسات الإسرائيلية، انحطاط مؤسسات دعنا نقول. وهنا أود أن أقول أمر مهم جدا، هل نحن العرب نتأثر؟ طبيعة الحال كل بلوي بيصير بهالدولة إحنا نتأثر يعني كل بلوي طبعاً. يا ريت إحنا يعني. ولهذا أود أن أقول إنه مؤشرات إنه هذه الدولة تتحول لدولة عنصرية واضحة مش من اليوم، صار لها سنتين وثلاثة وأربعة. وأذكرك إذا بترجع تاريخيا لسنة 2000، بعد سنة 2000 إحنا كنا نحكي على موضوع اقتحام الأقصى مزبوط. هذه الجمعيات التوراتية أو أبناء الهيكل بنات الهيكل هذه كانت على هامش السياسة الإسرائيلية ومنهم بن غفير وسموتريتش. سنة 2003 كم عضو كنيست كان إنهم بالكنيست؟ اثنين. اليوم كم عضو كنيست مؤمن بفكرة هدم الأقصى وبناء الهيكل؟ أكثر من 30 عضو كنيست وأكثر من 11 وزير يؤمنون بهذه الفكرة. لاحظ التطرف الموجود فيش إشي مفاجئ ما ولا أقوله حتى نجابه. الكلمة وحيدة الكلمة أخيرة كيف نجابه هذا الأمر؟ أنا رؤيتي تختلف عن كثيرين، أنا إنسان عملي ولهذا أقول الحل الوحيد باعتبار أنه مجتمعنا يغط نائما بسبب مشاكله الداخلية يعني إحنا عندنا قصة الجريمة وبعدين نحكيها، هذا الأمر يؤثر سلبا حتى على نضالنا اتجاه كل ما تقوم فيه الدولة. يعني إحنا مشغولين ونغط في سبات لأنه عندنا بلاوي كبيرة أكبر من مجرد مشكلة العنصرية الدولة تجاه الأقلية العربية. أنا حسب رأيي أنا حسب رأيي يعني يجب على الأطر السياسية وأعضاء الكنيسة العرب إنه هن يتعاونوا قدر الإمكان مع أعضاء الكنيسة اللي هن يؤمنوا بفكرة
الدولة لكل مواطنيها. في حدا طبعا في منهم اللي بيأمنوا. أعتقد أنه بيني جانتس ممكن أن يكون رجل المرحلة القادمة إذا ما نراه الآن من تصاعد قوته في الاستطلاعات الرأي وتراجع قوة نتنياهو. إذا كنت هناك لديك القوة المؤثرة بين جانتس وغيره عمليا يرضخ لطلباتك، أما إذا أنت كنت إنسان ضعيف متشتت متفكك ولا واحد بيطلع عليك لا بالكنيسة ولا غير الكنيسة. إذا كانت القوة العربية كلها الدكتور الأهم وكلامك انا بدخل من كلمه مهمه جدا، مش مهم شو بيعمل بينغفير، شو بيعمل سموتريش، شو بيعمل جانتس ولا غيره، المهم شو احنا بدنا نعمل. اذا نضلنا جمله واحده، اذا احنا نضلنا 75 عام صلنا، وهذا بوصف وضع المجتمع العربي، احنا صرنا 75 عام مسكين حالنا الغرفه وبنعيط على ضياع فلسطين، في حين بدل ما نلاقي حلول. اذا بدك تحل مشاكلك بدك تفتح الباب تطلع من الغرفه، مش كنا حاطين اذا اخذنا 75 عام وننطم ونبكي وسمتريتش من كبير. اذا القضيه ماذا نفعل نحن؟ انا بتسالني يجب ان نؤثر داخل مركز القرار السياسي الاسرائيلي من خلال، ما فيش حل ثاني، والا بديش اكل جمله صعبه جدا، والا الحل الثاني العاد نحمل السلاح احنا ونروح. ايش اقول لك الان في المجتمع العربي الذي لم يعد غريبا عليه ان يصحو وينام على وقع اخبار القتل والعنف واطلاق النار. صباح اليوم الخميس اعلنت الشرطة أنه تم العثور على جثة شابة تبلغ من العمر 33 عاما داخل منزلها في بلدة أبو جرينات في النقب، وعلى الجثة علامات عنف. وقالت الشرطة أن رجالها الذين هرعوا إلى المكان باشروا في جمع الأدلة والتحقيق في الملابسات. قبل ذلك بساعات تم الإعلان عن مقتل فواز عبد اللطيف في الخمسينات من عمره رميا بالنار في كفر ياسيف. وكانت الطواقم الطبية قد قالت أنه تم نقل القتيل إلى المركز الطبي في نهارية وهو بحالة حرجة، فيما أعلنت الطواقم هناك وفاته بعد وقت قصير. وبالتزامن مع الجريمة في كفر ياسيف تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار على محل تجاري في يافا، إذ تم نقل مصابين بحالة متوسطة وخطيرة من مكان الحادث للمستشفى. وقالت الشرطة في بيان لها أنها شرعت بالتحقيق في الملابسات. يشار إلى أنه تم كذلك يوم أمس تسجيل جريمتي قتل في المجتمع اليهودي، إحداها وقعت في إلعاد أسفر عنها مقتل شاب عمره 26 عاما، والأخرى في حلون أسفر عنها مقتل رجل عمره 48 عاما. من جانبها أعلنت جمعية مبادرات إبراهيم أنه بعد الإعلان عن مقتل الشابة في النقب فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ارتفع منذ بداية العام إلى حد اليوم إلى 60، علما أن من بين القتلى 60 ثلاث نساء. ونعود إلى ضيفينا في الاستوديو، المحلل السياسي فادع الجاوي والمحاضر والباحث الأكاديمي الدكتور جمال عيشان. ودكتور جمال أبدأ معك هذه المرة، لأين نذهب؟ 60 قتيل ونحن يعني لم ينتهي شهر 61 على فكرة 61 مبادرة إبراهيم بيقولوا 60 الأرقام فيش 61 في 60 يعني في قتيل من القدس وكذا. نعم مبادرة إبراهيم يشملون القتلى في منطقة القدس ويكتبون أنهم لا يحملون المواطنة الإسرائيلية. صحيح. أنا أرى بهذه الظاهرة هي ظاهرة مستعصية، ظاهرة متأزمة في داخل المجتمع العربي، ويجب على كل الأطر الحكومية والجماهيرية والقطرية والمحلية يجب التعاون من أجل الحد أو عمليا القضاء على مثل هذه الظاهرة، مع أنني أشك في ذلك. ولكن أنظر أنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة. يجب علينا أن ننظر إلى الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة وأن نتعامل معها. يا عمي في مصطلح في الانجليزي فادي انبوت، يعني ايش احنا بنوضع هاي النتيجه تبعت صح اللي بخرج انبوت اوتبوت طبعا هاي احنا اللي عمليين نعمله في داخل المجتمع. عمليا ثقافه الحرام وثقافه العيب وثقافه خاف الله مش موجوده اليوم. عمليا كل هاي الثقافه تدل فقط على الثقافه الماديه، انا اريد ان اعيش، انا اريد ان اركب سياره، ان اعمر، ان تكون عندي شماتها وكذا وكذا. للاسف الشديد كيف ممكن انه احنا نقدر نتعامل مع هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه؟ انا ارى انه حتى يعني المحليين يعني الاطر السياسيه المحليه حتى القطريه اذا ما كانش هناك رادع من الشرطه، رادع من الحكومه التي يجب عليها اذا هي تعرف اللي بخليها انه هي تعرف ماذا يوجد في سوريا وماذا يوجد في العراق وما يوجد في كل الشرق الاوسط،
هي تتمكن من المعرفة ماذا موجود في داخل المجتمع العربي. ومن هذا المنطلق يعني أنا ما بعرف يعني وقت ما بيجي سلاح منين بيجي سلاح يعني فكرك أنت بيجي سلاح يعني أشكر خبر ما هني بيعرفوا من أين موارد هذا السلاح، هل هو تصنيع محلي هل هو تصنيع الجيش، ومن هذا المنطلق أنا بالنسبة لأسباب الجريمة في مليون سبب كثير عنه. مليون سبب مليون سبب داخلي وخارجي وفكان وتحتان ودكية، ولكن ما يهمني هو الحلول. تعال انا بحب اجي من وعد بحلول قويه وقال الشباب وكذا صلح في مدينه الطيبه صباح يوم العيد. الرجل الذي قال كل عربي العربي الجيد هو عربي ميت، هو بدي لك كل حلول. لا بس انا غير غير مصدقكم. لا جد انا اسال يعني في يعطي تصريحات قويه حينما دخل واستلم وقال يا رجل يا رجل اذا انت تؤمن انه يوما ما يعني الثعلب يغير جلده ويصير حمل يعني هذا الشيء بعرفش، ولكن بدي اقول لك اياه عشان لك حلول. اول شيء بن كفير حط لي اياه على جانب، هو اخر شخص انا ممكن اصدقه وامن بافكاره، وهو عدو لهذا المجتمع لا شك في ذلك، وتاريخه الاسود معروف. اذا ما هو عدو لدوله اسرائيل بديش يكون عدو للمجتمع العربي، يعني موضوع بن كفير منتهي بالنسبه لي. ولكن اذا اردنا ان نجد حلول، تعال خلينا نكون واقعيين وواضحين، نفرد اوراقنا امام الجميع. إسا تقول إن نربي مجتمعنا إسا، فهاي بده 10-20 سنة عبال ما يطلع لنا جيل جديد اللي مربى مزبوط. أنا بدي حلول على المستوى القصير، على المدى القصير، يوقف شلال الدم بالضبط، ده أوقف في شلال الدم. يعني أنا عندي مشكلتي بدها تنحل إسا الآن في مجتمعنا العربي. إذن يجب أن يكون هناك رادع ماشي، ويجب أن تكون هناك قدرة على توقيف هؤلاء والمجرمين. طيب وأنا أقول لك للأمانة، مجتمعنا يخاف، لا أكون واضح أكثر، مجتمعنا جبان، مجتمعنا بخاف من عصابات الإجرام، ولا واحد من كبير لصغير. خليني بس أكمل، الفكرة طبيعي. لا واضح طبعا. بس خليني أوضح الفكرة لأنه عشان الناس تصلها بدي يكون واضح كثير. احنا مجتمع جبان منخاف اللي بدك اياه، من اكبر راس لاصغر راس، منخاف يكون المجرم انت مجرم، يطلع بعينيه بقول له انت سفاحين وكذا. حتى هذا بتنا يعني نتلعثم واحنا نقول هذا الكلام، لانه رصاصه متعش ممكن تجيك، واضح. ولكن هذا المجتمع لا يملك خمس اشخاص شجعان حتى يقول للمجرمين انتم مجرمين ويقودوا هذه المسيره. مشكلتنا نحن بحاجه الى قياده شجاعه تقود هذه المسيره، والا يعني قاعدين احنا بنطبطب على بعض ونضحك على حالنا. ولكن ولكن الناس مسؤوليه. لحظه انا بدي اكمل الفكره يعني، اذا بدي اقول لك مجرم انت مجرم فعلا. لا 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 بس انا بكمل الفكره عشان الدكتور برضو يحكي فكرتي، هي لو تعطيني مجال بشكل سريع. فضل. اللي بدي اقوله انا بطلبش من الانسان البسيط في المجتمع العربي يتحمل اكثر مما يتحمله، بفهم هذا الامر، ولكن كان في عندنا قياده وانا اقولها بمنتهى الوضوح، كان عندنا القائمه العربيه الموحده الدكتور منصور عباس، اللي شاء من شاء وابى من ابى، اللي عجبه اللي بيحبه اللي بيكرهه شيء اخر، ولكن الواقع يقول هو جاء بخطه للجريمه مزبوط في الحكومه السابقه 2.5 مليار شيكل، وهذه الخطه بدات تعطي ثمارها. كيف تعطي ثمارها؟ من شهر 1/2022 لشهر 6/30/2022 كان عدد القتلى 25 بحسب كل المراكز اللي بدك اياها. قديش احنا بنفس الفتره هذا العام؟ 60 يعني ارتفاع 140%. اذا كانت النتائج واضحه وحقيقيه. الان باعتبار انه مجتمعنا لا يستطيع، ما بديش احمله اكثر من طاقته، اذا انا لا اطلب منه، لا نطلع نطلع من الظاهر. طلعش قد ايه في قتل؟ كيف تفسر؟ طيب اذا الحل المجتمع، ما شو قاعد افسر لك انه المجتمع خايف، احنا من رج. خليني اوضح لك اكثر من ذلك. لما انت اليوم بتروح تتشكى، اذا انت اخذت انت شو بقولوا قررت تكون شجاع وجريء، بتشوف مثلا جارك او فلان او علنتان عنده سلاح، فانت بتروح على البوليس وبتقول فلان لفلان عنده سلاح. طبعا المفروض الشرطه تكتم على الخبر، ما تقولش مين اللي قال مزبوط. ثاني يوم سبحان الله بيجي بتخ على بيته اللي راح قال سبحان الله شو عرفهن. اذا القضيه اذكرك باحد التصريحات من ضباط الشرطه الكبار قبل سنتين، قال في بعض الاشخاص ورجالات الاجرام وعائلات الاجرام نحن لا نستطيع ان يضع ايدينا عليهم لانهم يتعاملون مع الشباك جاز الامن العام ولا نستطيع ان نتحدث مع هذا التصريح منهم. وبكفي تصريح مفتش العام كوبي شابتاي، برأيي بعد هكذا تصريح كان يجب طرده وفصله. هذا التصريح خطير جدا، عارف لسببين. السبب الأول لأستاذ شحادي إنه هو تصريح عنصري مزبوط، تقول إنه العرب طبعهن إنهن بكتلوا بعض، فش بني آدم بخلق بيده سلاح يعني، شوف أنت خلقت ومعك سكينة يعني، يعني هذا تصريح غبي. أما النقطة الثانية والأهم، هذا يعني إنه بيرفع إيديه الزلمة، ما هو بقول لك بما إنه طبعك إنك قاتل معناته فش حاجة رفعت إيدي، هذا الموجود. إذا هذا أكبر دلالة الحل إنه يجب أن نفرض على الدولة وعلى الشرطة
أن تكافح الجريمة. كيف نفرض عليها؟ من خلال وجودنا في ائتلاف سياسي، من خلال لعبنا اللعبة السياسية ونفرض عليها. واللي صار في الحكومة السابقة وهذه كل الحقائق، الآن بتحب منصور عباس تكره منصور عباس، الحقائق واضحة ودامغة. لما كنا في الائتلاف استطعنا أن نفرض إرادتنا السياسية، فرضنا على الحكومة وعلى الشرطة وعلى وزير الشرطة عمر برليف، وحطينا كان عندنا نائب وزير شرطة اللي هو ساجلوفيتش اللي كان مسؤول عن خطة الجريمة، والنتائج كانت واضحة. لاحظ بمجرد ما سقطت الحكومة بثلاثين ستة شو صار؟ بتعرف؟ شو صار؟ قول. سقطت الحكومة، ارتفع الجريمة وكأنه فقعت بصورة 100%. بأنه أي شخص عربي أو حزب عربي كان بإمكانه وقف أو منع هذا المشهد بمنع إسقاط الحكومة السابقة، وبهذا سننهي. لأنه أنا حسب رأيي، يعني اليوم بدك بنسميه إحنا أرجاز كليم، يعني أدوات صبر، أدوات عمل. يعني إحنا ما بدنا، يعني الأدوات العمل واحدة منهم اللي هي ميزانيات، اللي هي مسؤوليات، يجب توظيف شرطة أكثر، يجب إدخال تقنيات حديثة أكثر حتى أنك أنت تقدر تسيطر على الجريمة وعلى أشخاص اللي هن جريمة. ولكن هذا ما بيعني الأستاذ فادي أنه كمان أنه إحنا ننظر لنفسنا، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إحنا كمان، يعني إحنا مقصرين في حق تربية أولادنا، أنا حكيت قبل كمان إحنا مقصرين، يعني أنه كيف ممكن أنه إحنا ندير بالنا على أولادنا، كيف نكون في تواصل مع أولادنا. بس هذا عمليا إذا أنا وياك إحنا متفقين، إذا أنا ما درتش على بالي، إذا أنا مش إلي، مين بدي يكون إلي؟ صحيح. السؤال اللي بطرح نفسه هنا، يعني شاب تاي ولا بينك فير ولا كذا وكذا، نايم في بيتهم مش سائل علي ولا عليك. إحنا عملياً فيش هناك قوة إلا تقدر إنه هي توقف الجريمة، إلا إذا بكون في هناك قوة رادعة. الإنسان اللي بخاف ساعتها بيعملش، أما الإنسان اللي بيعمل حساب مش خايف من إشي بيقدر يعمل كل إشي. من هذا المنطلق نشوف إنه بتأمل من رب العالمين إنه توقف الجريمة، ولكن أنا واهم بهذا التفكير. الدكتور جمال عيشان المحاضر والباحث الأكاديمي من الجديد المكر، وفادي عجاوي من الناصر المحلل السياسي، شكرا على حضوركم. شكرا لك.